هنالك من لا حساب عليه، من لا يحاسب. نود ان نعلم من هؤلاء. اولا ابو بكر رضي الله عنه لن يحاسب. يا سلام، نحن نعبده. عندك الشهداء، عندك اهل الصبر. اهل الصبر، اللهم اجعلنا منهم. هو اللهم اجعلنا منهم. يخرج اناس من القبور الى ابواب الجنه، هنيجي الجنه ان شاء الله، هذا كلام تفصيلا. يقف رضوان الى اين؟ انتم ما وقفتم لحساب، ولا انتظرتم نشر ديوان ولا نصب ميزان. يقولون يا رضوان نحن لا نقف لا لنشر ديوان ولا لنصب ميزان. او ما قرات القران؟ قال ماذا في القران؟ يقولون قال ربنا انما يوفى الصابرون اجرهم. قال كيف كان صبركم؟ قالوا كنا اذا اسيء الينا او اذا اسيء اذا جهل علينا حلمنا، واذا اسيء الينا صبرنا، واذا اعطينا شكرنا، واذا اذنبنا استغفرنا. قال ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اللي ما عليهمش حساب ارمله ترك لها زوجها يتامى، قعدت فربته تسابق النبي الى باب الجنه. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحزن. والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والعفو.